لم تحمل أعوام الحرب سوى المعاناة بأشكال مختلفة، كان أبرزها انتشار العديد من الأوبئة جراء انهيار الوضع الصحي الذي سهل ظهور أمراض قد اندثرت كحمى الدفتيريا التي تواجدت في العديد من مديريات مدينة تعز بسبب غياب الخدمة الصحية وانعدام اللقاحات. الغشاء هذا اللي تكونه البكتيريا نتيجة لإفراز السموم حقها. نتكلم عن داء الخناق أو الكوروني بكتيريام ديفتيري، هذا المرض الذي كان منتشرا منذ القدم. السلطات الصحية تقوم بمكافحة هذه الأمراض عن طريق أخذ المصل أو اللقاحات لسن الطفولة مع اللقاح الروتيني الذي يؤخذ للأطفال بشكل عام. نتيجة لانتشار لوجود الحروب والنزاعات المسلحة تعمل خلل في القطاع الصحي، وبالتالي يتأخر هذا اللقاح أو هذا المصل عن كثير من فئات المجتمع، وخاصة هذه الفئة المستهدفة اللي هي فئة الأطفال حتى 15 سنة أو 16 سنة، وبالتالي يبدأ هذا المرض بالظهور من جديد والانتشار. حمى الدفتيريا أحد الأوبئة الخطيرة التي تسببها بكتيريا الخناقة، والتي تصيب الجهاز التنفسي وتعمل على إغلاق القصبة الهوائية بغشاء يمنع دخول الأكسجين، مما يؤدي إلى اختناق الشخص المصاب، وتكون خطيرة بشكل كبير على صغار السن كونهم الأكثر عرضة للإصابة. بشكل أساسي هو ينتقل من شخص لآخر عن طريق الجهاز التنفسي، عن طريق الرذاذ الطالع من الجهاز التنفسي، عن طريق الكونتاكت أو الاتصال المباشر بالمساحات الخاصة بأخذ عينات من الحلق للكادر العامل أو كذا، ممكن أن ننتقل هذه البكتيريا من شخص إلى آخر. اليوم ندشنا حملة التحصين ضد الدفتيريا والتي تشمل 16 مديرية في محافظة تعز بلقاحات وفرق طبية من العاملين الصحيين لغرض استهداف فئات العمرية ما بين سنة إلى 15 سنة. الهدف منها هو الحد من انتشار الدفتيريا الذي بدأت تزايد عدد الحالات في كثير من المديريات وفي كثير من محافظات الجمهورية. نقوم بعمل خطة إشرافية لجميع الفرق والمتحركة والثابتة، وإن شاء الله تكون حملة ناجحة لمكافحة وباء الدفتيريا الذي يقضي على كثير من الأطفال. كما كان لزاما على مكتب الصحة في تعز الوقوف في وجه الوباء بحملة تحصين شملت العديد من مديريات تعز في محاولة حملت الحد من تفاقم الوباء وحماية الأطفال من خطر الدفتيريا بلقاح يحميهم من الإصابة بالعدوى التي قد تفتك بأجسادهم.